السلام عليكم. أنا جيت سعيد بتواجدي هنا في مدينة وهران، مدينة الفن، مدينة تتنفس الفن، ومعروف عليه أنه يعني الجمهور الوهراني يحضر هنا في قوة في قاعات السينما، خاصة فيما يخص مهرجان وهران الدولي العربي للفيلم بصفة عامة. بعد غياب يعني 6 سنوات يعود المهرجان، وانا بصفتي يعني المره الرابعه اني نحضر هنايا. حضرت 3 طبوع من قبل، وهذه هي الطبعه الرابعه اللي نحضر لها. دائما يعني انا سعيد، لانه علاه مدينه وهران، يعني يقولوا المهرجانات في الجزائر، نظن باللي مهرجان وهران هو اهم مهرجان يعني في الجزائر. شفنا مهرجان عنابه كان جيد جدا، لكن وهران عنده طقوسه، خاصه يعني حضرت للافتتاح. الافتتاح كان احترافي، فيه طاقم شاب، كانوا يعني الاجانب، احنا نشوفوا دائما المراه كي نشوفوا الاجانب راهم مرتاحين وفرحانين، ونظن باللي راهو يعني ريوسي سانسيرمون الافتتاح. دوكا بقينا نشوفوا الافلام، بدا المهرجان، كاين قبول كثير للجمهور هنا في قاعه السينما، قاعه المغرب ولا قاعه السعاده، اضافه الى قاعات اخرى. افلام مهمه، احنا نقولوا باللي محافظه المهرجان يعرفوا ينتقوا الافلام، جابوا افلام مهمه، خاصه الافلام الوثائقيه منها، لانه في المهرجانات اللي نشوفوا الافلام الوثائقيه وما نشوفوهاش في يعني في لي بلاتفورم ولا في اليوتيوب ولا نظن انا شخصيا كممثل جيت نشوف الافلام الوثائقيه خاصه انا. ونطلب الجمهور الوهراني يحضر بقوة ويشوف، يحتك بهنا بالفنانين سواء الجزائريين تاع حنايا ولا الأجانب، ويعرف وش معناتها السينما، لأنه يعني السينما روعة. يعطيكم الصحة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.